من مشروع أهل مصر لسه بنتكلم عن بناء الإنسان في المحافظات الحدودية. الحقيقة الدولة المصرية حققت تنمية شاملة في محافظة مطروح وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية، وده نظرا لأهمية المحافظات دي، بالإضافة لأنها كانت بتحتاج للتنمية دي من زمان جدا. التنمية دي في الحقيقة قابلتها الجماعات المعادية لمصر بالإشاعات المغرضة اللي بيحاولوا يروجوا ليها علشان ينالوا من الدولة المصرية والجمهورية الجديدة. علشان كده خلونا نعرف أكتر عن التنمية اللي بتحصل في المحافظات الحدودية، سواء مطروح، سواء شمال سيناء، سواء جنوب سيناء، سواء كل المحافظات أو الأركان الأربعة اللي ربما اتكلمنا عنها في الفقرة السابقة. خلونا نتكلم برضو عن حرب الإشاعات. ما هي الشائعات التي انتشرت في الفترة الماضية واللي بتخص العمل في هذه المناطق وبتخص التنمية في هذه المناطق؟ رحبوا معنا في الاستوديو بصحبتنا الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريده الاهرام، للحديث عن كل هذه المحاور. صباح الخير استاذ جميل. صباح الخير. اهلا ازي حضرتك يا استاذ. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه عايزين نعرف من حضرتك، يمكن ايه هي اهميه الدوله، اهميه التنميه او الدوله مهتميه بالتنميه في المحافظات الحدوديه ليه؟ يعني ليه احنا مهتمين قوي بتنميه الاعمده الاربعه، خليني اقول، للدوله المصريه، والهدف من جعلها جزء اساسي من خطه التنميه الشامله؟ خليني اقول، هو طبعا زي ما حضرتك قلتي هي جزء من التنميه الشامله في الدوله، زي ما بيحصل في كل الدوله في تنميه بشكل كبير جدا. لكن احنا لو جينا نظرنا على المناطق الحدودية هنجد ان هي للأسف شديد كانت مهملة لعقود طويلة جدا، ما كانش في اي تنمية بتطال هذه الاماكن بشكل كبير. يعني احنا شفنا الوضع كان في سيناء اهمال لسنوات طويلة، الاهمال ده ادى الى تسلل عناصر وجماعات وتنظيمات إرهابية إلى أرض سيناء، كان للأسف شديد ضحت الدولة بخيرة شبابها زي ما بنقول من رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل تطهير الأرض. على الجانب الآخر كان فيها التنمية، لأن التنمية في أي مكان هي الحائط الصد المنيع أمام أي فكر إرهابي، أمام أي تنظيمات إرهابية، أمام أي محاولة لاختراق الدولة المصرية من أي اتجاه من الاتجاهات. التنمية في كل مكان، فكان الأساس للدولة إن هي تواجه التنظيمات الإرهابية في سيناء، وإن هي تبدأ في عملية التنمية الشاملة اللي تمت في سيناء واللي احنا شفناها واتكلمنا عنها كتير، من طرق، من أنفاق لربطها بالوادي، من مدن جديدة، استثمارات كبيرة بتضخ في الوقت الحالي في سيناء. فكان ده شيء مهم جدا لمواجهة الفكر الإرهابي وأيضا رفع المعاناة عن أبناء سيناء. لو جينا بصينا على المنطقة الغربية هنجد ان كان برضو اهمال لعقود طويلة. المنطقة الغربية والصحراء الغربية كان فيها اكتر من 24 مليون لغم من الحرب العالمية الثانية، وما كانش في اي عمليات لتطهير هذه الارض، ولو كان في تطهير كان بياخد وقت طويل جدا لإزالة مثلا عدد صغير من الافدنة. لكن منذ عام 2014 واستراتيجية الدولة الواضحة للتنمية والتطوير تم إزالة الألغام، شفنا عمليات البناء الواسعة اللي بتتم هناك، مدن ساحلية، مدينة العالمين الجديدة اللي أصبحت في الوقت الحالي يعني مدينة عالمية سياحية تجذب السياح، من مش العرب فقط ولكن اللي موجودين في حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا على مستوى العالم. مدينة محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللي شفنا أيضا الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب عشان يحصل اكتفاء ذاتي داخل الدولة المصرية من الخضر والفاكهة والزراعات المختلفة. أيضا بعديها مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة. العمليات بقى التطوير والتحديث، خلي بال حضرتك ان محافظة مطروح اللي هي بداية مثلا من مدينة الحمام او العلمين وانت كلها يعني ثروات طبيعية وحاجات فيها قادرة على ان هي تجذب الاستثمارات الخارجية للدولة المصرية، وعلى الجانب الاخر ان هي يستفيد اهالي هذه المحافظة من الاستثمارات اللي فيها. يعني مثلا لو شفنا على واحد سيوة تتميز بطبيعة خلابة مش موجودة في أي حتة. بجانب النقطة المهمة تانية المهمة إن هي مصدر أساسي للتمور داخل الدولة المصرية. صحيح. وللزيوت،
وزيت الزيتون بالذات، لان ده مشروع، وفي مشروع هناك كبير ومصنع كبير لزيت الزيتون متواجد في سيوة، فكان فيها اهمال. الاهمال ده نتج عنه الصرف الزراعي، فالصرف الزراعي اثر على الزراعات اللي موجوده. صحيح. واثر على المنتج بتاع الزراعات اللي موجوده كلها، لكن الدوله تدخلت، وزي ما قال سياده الرئيس خلال اجتماعه مع اهالي مطروح ان هو تم تطوير هذه المنطقه. ده اللي انا عايز اسال فيه، يعني في حاجه اسمها الرسائل السياسيه والرسائل، لو هنكون ادق، الرسائل الرئاسيه. لما رئيس الجمهوريه القياده السياسيه للدوله يجلس مع اهالي هذه القبائل بمنتهى الود وعلى ارض يعني رحبه جدا وعلى مائده يعني بتجمع كل الاطياف، ويقول الحاج بلال قال لي ان سيوه كانت هتغرق واحنا تدخلنا وعملنا وشفنا المشهد ازاي كان عفوي وجميل، ماذا يريد الرئيس إيصاله لهذه الرسائل للداخل المصري وللخارج؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هي دي سياسة الرئيس منذ أن تولى، أنه هو في أي محافظة أو أي مكان أو مدينة بيروح فيها بيقابل أهالي المدينة وبيقابل أهالي المحافظة. بس أكيد ليه رسائل عايز يقول. الرسائل دي مهمة جدا. رسائل أولا أن الدولة تقف بجانب أي محافظة أو أي مدينة وبتقدم لهم كل الخدمات. أن الرئيس لما يقعد بنفسه ويتحدث مع الأهالي ويتحدث مع الشيوخ بأسمائهم، فده دليل على أن الرئيس متابع جيد، عارف واحد واحد عارفهم ومتابع جيد الأزمات اللي حصل جوه هذه المحافظة، وبيسعى إلى تحقيقها وبيسعى إلى تنفيذ مطالب الأهالي نفسهم أو المحافظة نفسها من أزمات عندها، من مشاكل عندها، وعارف المشاكل كلها. وسيادة الرئيس حتى تحدث وقال أنا كنت موجود، كان بيخدم في المنطقة الغربية ومن وقتها المشاكل، ولما رجع لسه لقى نفس المشاكل موجودة. إذن يعني لما بقى رئيس جمهورية، تولى رئاسة الجمهورية، كانت هي نفس المشاكل موجودة من لما كان ضابط صغير بيخدم في المنطقة الغربية. إذن في الرئيس يعلم جيدا ايه اللي بيحصل على الارض. دي رساله مهمه لاهالي المحافظه اللي بيقعد يتكلم معاهم، ان انا عارف مشاكلكم، ان انا هحل هذه المشاكل، ونقدر ان احنا نقدم كل الخدمات اللي هي يستفيد منها الاهالي، وتستفيد ايضا وتعود بالنفع على الدوله. يعني مش هيستفيد الاهالي فقط، لكن الدوله نفسها هتعود ليها ايضا يعني الخيرات او الاستثمارات كلها. على الجانب الاخر طبعا الرئيس لما بيقعد مع هؤلاء المواطنين بيشرح لهم بشكل مبسط جدا الازمات اللي بتواجه الدوله المصريه، التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه. احنا عارفين دلوقتي في تحديات كتير وفي ازمات على مستوى العالم ككل، جراء مثلا الازمه الروسيه الاوكرانيه، ومن قبلها أزمة كورونا اللي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم ككل. يعني في أغلب دول العالم عندها أزمات اقتصادية، مش مصر فقط. وبالطبع يعني مصر بما أنها دولة من دول العالم فتأثرت بشكل كبير جراء هذه الأزمة الاقتصادية. فالرئيس بيقعد وبيشرح للمواطنين بدون أي مسافات، هو قاعد في وسطهم بيشرح لهم. هو أولا بيضحك كل الشائعات اللي هي بتقال والأسهم المصوبة ناحية الدولة المصرية في الوقت الحالي، هو بيضحط كل الأزمات بالشائعات، بيتحدث بقلب مفتوح وبقلب واضح وبيجيب على كل الأسئلة. فده تأكيد أن الرئيس يعلم جيدا إيه اللي بيحصل داخل الدولة، بيعلم المشاكل اللي بيعاني منها المواطن في الوقت الحالي، بيطمن المواطن وبيسعى إلى حل كل الأزمات. جلوس الرئيس مع الأهالي وأمام العالم ككل ده تأكيد على أن الدولة تعلم جيدا إيه هي الأزمات وبتعمل على حلها، ومفيش انفصال بين الدولة وبين الشعب وبين الرئيس. يمكن ده الاستراتيجية عامة اللي احنا بنشوفها دايما مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو لم شمل المصريين بشكل عام. ما عندناش حد معزول، ما عندناش محافظة معزولة أو حد بعيد، أو لا، كل المحافظات حتى الحدودية فيها إدماج كده للمجتمع المصري. يمكن شفنا تغيرات كبيرة قوي في محافظة
محافظة زي محافظة مطروح اللي في الحقيقة فيها تغيرات مش بس على الصعيد. خليني أقول النهاردة بنحاول نستثمر هناك ونشوف إيه الاختلافات اللي حصلت. لا إحنا بنتكلم على بناء الإنسان، بنتكلم على تغيرات في البنية التحتية، التعليم، مشروعات استثمارية ضخمة وسياحية. النهاردة المشروعات دي على أرض الواقع بقى، الاختلافات إيه هي يا فندم؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك في فترة الرئاسة الثانية عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، لما الرئيس تحدث أمام مجلس النواب قال جملة واحدة، قال المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة بناء الشخصية المصرية. الشخصية المصرية دي مهمة. للأسف الشديد زي ما بقول لحضرتك، نتيجة الإهمال لعقود طويلة لمناطق كتيرة داخل الدولة، فكانت الشخصية أو الهوية المصرية أو الوعي عند المواطنين كمان ما بقاش بشكل كبير. لكن الفترة الأخيرة هنجد أن بناء الشخصية المصرية طبعا بيعتمد على التعليم وعلى الثقافة وعلى الصحة على أشياء كتيرة. فقدرت الدولة خلال الفترة الأخيرة أنها في كل مكان وفي كل مركز وفي كل محافظة، هتجد فيه المستشفيات، هتلاقي المراكز الصحية اللي موجودة في القرى، هنجد المدارس، بدأ في إنشاء المدارس في كل المحافظات وفي كل المراكز وفي كل القرى. كل ده ليه؟ من أجل رفع الوعي عند المواطن المصري، إعادة بناء الشخصية المصرية بشكل أساسي في الوقت الحالي، زيادة الوعي عند المواطن، زيادة الوعي عند المواطن إن هو يقدر إن هو يبقى يعلم الصح من الغلط، هو شايف على أرض الواقع الإنجازات اللي بتنفذها له الدولة في محافظته أو في قريته، هو شايف كل الإمكانيات اللي بتقدم ليه خلال الفترة الأخيرة، فوعيه بيزيد، فبيبقى عنده استيعاب لكل اللي بيحصل من شائعات مثلا، من محاولة يعني الشائعات اللي بتطال في الوقت الحالي أو من فترات طويلة، كلها الهدف التقليل من الإنجازات أو التقليل من المشروعات اللي بتتم على الأرض. لكن المواطن أصبح الوقت شايف إيه هي المشروعات، وخاصة في القرى وخاصة في المحافظات اللي كانت مهملة بشكل كبير. يعني احنا لو شفنا في محافظة مطروح زي ما حضرتك ذكرتي، هو الاهتمام بالمواطن، ما هوش الاهتمام بالمشروعات فقط اللي بتنفذ. ليه؟ لان المشروعات دي خلي بال حضرتك هي بتعود بالنفع على المواطن، ولكن التنمية الشاملة في هذه المحافظة او في القرى او في الاماكن البدويه اللي متواجده، لان خلي بالك التطوير ما بيبقاش للمحافظه فقط او الاماكن المحيطه بها، لكن في قرى بدويه بيتم تطويرها وبيتم تحديثها طبقا ل يعني شكل القريه نفسه او الحياه البدويه نفسها بيتم تطويرها، زي ما حصل في سيناء ايضا تطوير القرى هناك بشكل صحيح. بدوي اللي هو طبيعه المواطنين في هذه الاماكن. إذن الاهتمام بيطال المواطن المصري في كل المستويات، وهو شايف بنفسه، هو عارف بنفسه، وكل ده بيعود بالنفع عليه، بجانب بقى خلق فرص عمل للمواطنين من كل محافظة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل محافظة بيتم فيها مشروعات قومية الأولوية لأبناء هذه المحافظة، ففي خلق فرص عمل كبيرة جدا لأبناء المحافظة اللي هم كانوا للأسف شديد مع الإهمال ما كانوش لاقين فرص عمل كبيرة ان هم يشتغلوا. لكن في الوقت الحالي تم خلق فرص عمل في كل محافظة لأبناء المحافظة لأن الأولوية الخاصة ليهم. إذن التطوير بينال المكان، التطوير بينال المواطن من خلال التعليم والصحة ومراكز الشباب الرياضية المهمة في الوقت الحالي أيضا بيتم صحيح. تنفيذها في كل قرية وفي كل محافظة للاهتمام بالجيل الجديد اللي صاعد، والاهتمام بيه رياضيا والاهتمام بيه أيضا ثقافيا. فكل ده بيعاد تشكيل الوعي لدى المواطن المصري وإخراج نشأ جديد يعلم جيدا ايه اللي بيحصل داخل الدولة المصرية. صحيح. يمكن آفة حارتنا النسيان، يعني احنا النهاردة عينينا على العالمين ومهرجانها وزيارة الرئيس ليها، والآلة الإعلامية المصرية كلها ربما يعني بتنظر بشغف واهتمام على كل ما يحدث في هذه المنطقة. ولكن بالأمس القريب بعيدا عن الساحل الشمالي الغربي، كان الساحل الشمالي الشرقي بيزور الدكتور مصطفى مدبولي، وكان في مهرجان الهيجن، وكان في مسابقات كثيرة، وكان في زيارات كثيرة لمسؤولين بشكل كبير. إذن عندنا الدولة اهتمت هنا واهتمت هنا. تقارن الساحل الشمالي الشرقي بالساحل الشمالي الغربي إزاي
في كل الاهتمام يعني من الدولة. هو طبعا في اهتمام كبير جدا بين الساحل الشمالي الشرقي والساحل الشمالي الغربي، لكن احنا لو بصينا على الساحل الشمالي الشرقي، احنا للاسف الشديد زي ما قلت لحضرتك في البدايه تعرضت لهجمه شرسه ارهابيه بشكل كبير جدا، اللي هي منطقه سيناء. فكان في للاسف شديد في ازمات كتيره هناك، تعرضت الدوله لتنظيمات ارهابيه وقدرت ان هي تتسلل وتدخل، وتنظيم الاخوان الارهابي قدر ان هو ايضا يرسل هناك بعض العناصر اللي هي شديده الخطوره تبقى صحيح. متواجده هناك. لكن على الجانب ان الدوله كانت بتواجه التنظيمات والجماعات الارهابيه عن طريق المواجهات الامنيه اللي احنا شفناها كلها، لكن على الجانب الاخر الدوله ما سكتتش، الدوله كانت شغاله بالتوازي من عام 2014 لغايه دلوقتي في عمليه التنميه الشامله في سيناء والمنطقه الساحليه هناك. يعني هنشوف البدايه اصلا ربط سيناء بالدلتا، لان يعني ما كانش في ربط غير نفع الشهيد احمد حمدي فقط وكوبري السلام، لكن دلوقتي في انفاق، 6 انفاق جديده تم انشائها، في كباري اللي هي المتحركه تم انشائها ايضا للربط ولسهوله الوصول. حركه الطرق اللي جوه، ربط الطرق بشكل كبير جدا بين المحافظات، محافظه جنوب سيناء بشمال سيناء بمنطقه وسط سيناء عن طريق طرق طوليه وعرضيه، وفرت المسافات بشكل كبير جدا، لان كانت الطرق كمان غير امنه نظرا لان الطرق دي كانت متقدمه وما كانش في طبعا تطوير ليها او تحديث، وخاصه في منطقه الشمال والوسط تم تطويرها، انشاء المدن الجديده اللي كانت موجوده. كل ده خلي بال حضرتك اللي انا بقوله ده بالتوازي مع الحرب على الارهاب. المدن الجديده اللي تم انشائها، مدينه الاسماعيليه الجديده، مدينه رفح، مدينه الشيخ زويد، تطوير منطقه بير العبد، تطوير العريش بشكل كبير جدا، انشاء الاستثمارات اللي موجوده وانشاء المصانع ومصانع الاسمنت وخلافه. سيناء تمتلك ثروات كبيره، ثروات طبيعيه كبيره جدا، وكان في اهتمام الدوله كان منصب بشكل كبير على اللي هي الاستراتيجيه الدوله في 2014 ان هي تنصب على عمليه يعني تطوير وتحديث كامل لسيناء بشكل كبير بعد تطهيرها من الارهاب، وبعد ايضا يعني تأمينها بشكل كبير جدا. فهو ده اللي احنا شفناه من التطوير والتحديث، نتج عنها ايه بقى بعد كده؟ الرئيس كان في زيارة في رمضان اللي فات في سيناء وقال الحمد لله ان الارهاب اصبح في الوقت الحالي مش موجود على ارض سيناء، ومن بعدها شفنا مائدة الافطار اللي كانت على شواطئ العريش اللي كان فيه كل اهالي العريش كانوا بيفطروا فيه، وبعد كده الحفلة الكبرى اللي قدمها الفنان محمد منير من العريش، وزيارة طبعا رئيس الوزراء وزيارة عدد كبير من الوزراء. ده تأكيد على ان الحمد لله تم تطهير سيناء من الارهاب، التنمية الشاملة مستمرة داخل أرض سيناء، خلق فرص عمل، لأن زي برضو ما بقول لحضرتك أن بناء أن كل ما يحدث على أرض سيناء أو أي محافظة أبناء المحافظة هم اللي الأولوية ليهم، فهتلاقي في سيناء تم خلق فرص عمل كبيرة جدا. والتنمية داخل سيناء دي من أهم النقاط اللي بنت عليها الدولة استراتيجيتها في التعامل مع سيناء، لأن زي ما بقول لحضرتك أن التنمية هو أهم حائط صد لمواجهة أي فكر أو أي تنظيمات إرهابية أو أي محاولة للاعتداء على الدولة المصرية. يعني إحنا نتذكر سنوات قديمة جدا، ممكن حضرتك كنت بتيجي معانا برضو للزراعات المخدرة اللي كانت بتزرع في أرض سيناء أكتر من 10,000 قوات المسلحة، مع القوات المسلحة، الحملات القوات المسلحة. ليه؟ نظرا لأن الأرض كانت شاسعة جدا وما فيش تنمية وما فيش، وكان في إهمال، فكان بيستغلوا هذه الأراضي في زراعة المخدرات، فكان في حملات بتطلع تزيل هذه المخدرات. دلوقتي ما بقتش موجودة. مش موجودة ليه؟ لأن في تنمية، لأن في تواجد يد الدولة على الأرض. أصبحت هنا بالظبط. إحنا هنروح نستأذن حضرتك، هنروح لفاصل سريع من بعده نرجع نتكلم عن أو نكمل كلامنا عن ملف التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية مع ضيفنا اللي منورنا الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.
برحب بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين كلامنا مع الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، بنتكلم عن التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية المصرية وبناء الإنسان بشكل عام. ولو اتكلمنا عن مدينة العلمين بشكل خاص، قبل مارس 2018 كانت خطر مميت حقل ألغام، يعني ممنوع الاقتراب. النهاردة بنتكلم عن اختلاف كبير جدا في هذه المدينة، من مدينة بس بتهتم بالتعدين، النهاردة بنتكلم على مدينة سياحية وصناعية كمان، بيجي ليها السياح من جميع أنحاء العالم، ويمكن ده اللي حققه مهرجان العالمين تحت شعار طبعا العالم عالمين، والنجاحات الكبيرة اللي لسه محققها لغاية النهاردة. بنشوف احنا ماشيين على الجانبين من مدينة الأبراج الكبيرة جدا، وبنتكلم انه ده لسه من 3 سنين تقريبا كانت يعني مدينة مليئة بحقل ألغام. التطور الكبير ده ازاي الدولة قدرت تحققه؟ هو الدولة قدرت تحقق التطور الكبير واللي حصل في العالمين، هو ده اللي حصل في الدولة كلها، ولكن اللي في العالمين لان في إرادة داخل الدولة ان انا هنحقق هذا المكان، المكان ده هيتم تطهيره من الألغام زي ما قلت لحضرتك، عدد ملايين الألغام 24 مليون لغم في الصحراء الغربية ان يتم تطهيرها، وعلى الجانب ان هو وقت التطهير يتم ايضا البناء، والبناء يتم في أزمنة قياسية موضوعة. كل ده دليل على إرادة الدولة المصرية ان هذا المكان سيكون ملتقى للسياحي على مستوى العالم ككل. يعني انا يعني في الوقت الحالي هتلاقي حضرتك في مهرجان العالمين او التواجد في العالمين هتلاقي اعداد كبيره من جنسيات مختلفه، من جنسيات عربيه، من جنسيات من دول حوض البحر المتوسط. ليه؟ لان هي موقعها اصبح متميز جدا، المياه بتاعتها اصبح يعني من احسن الشواطئ على في المتوسط، وايضا هي اصبحت منطقه جاذبه بقى للفنون وجاذبه للرياضيات المختلفه، الفعاليات اللي بتتم خلال المهرجان، كل دي قدر ان هو يجذب السائح ليها، السياحه الداخليه وايضا السياحه الخارجيه، وده شيء مهم، وده كانت استراتيجيه وضعها الدوله، وكان في اراده لتحقيقها في ازمنه قياسيه، وهو ده اللي تم. يعني احنا يعني اللي يروح بالفعل من قبل 2018 شيء، وفي الوقت الحالي مختلفه تماما. يعني انا اتذكر ان انا رحت يوم في 2018 يوم وضع حجر الاساس هناك، فشفت كانت عبارة عن صحراء، يعني ما كانش فيه أي شيء، وكان الشط عبارة أيضا عن صحراء. ففي الزمن القياسي ده أن يتم تحقيق هذه المدينة وأن هي تتحقق بهذا الشكل وتتنفذ بهذا الشكل، هو تأكيد على إرادة الدولة على التطوير والتنمية والتحديث في هذه المنطقة، منطقة بالفعل في غاية الأهمية، منطقة فيها الاستثمارات كتير، أصبحت جاذبة للاستثمار، لأن المستثمر لما يحب ينشئ استثماراته في أي دولة بيدور على أشياء كتيرة، بيدور على بنية تحتية، أصبحت البنية التحتية موجودة، بيدور أيضا على الأمن والأمان، الأمن والأمان متحقق في مدينة العلمين وفي جمهورية مصر العربية كلها، بيدور على أن هذه المنطقة تكون جاذبة، يعني جاذبة للسياحة، جاذبة لأعداد كبيرة من المواطنين في الداخل أو جاذبة من السياحة الخارجية، وهو ده اللي حصل في مدينة العلمين في الوقت الحالي. صحيح، لو بنتكلم على أركان الدولة الأربعة ما نقدرش ننكر أن محافظة البحر الأحمر خدت اهتمام كبير من الدولة فيما يتعلق بربطها بنهر النيل. عندنا طرق عرضية كل 200 كيلو اتعملت، من أشهرها طريق سفاجة سوهاج، من أسوان شلاتين أو أسوان أعتقد مرسى علم، يعني كان كل 200 كيلو في طريق بيربط ما بين البحر الأحمر والصعيد. أيضا يد الدولة ربما ظهرت أيضا هناك في العمل الأهلي التنموي، وموارد العمل الأهلي التنموي اللي راحت هناك وكانت بتقدم مساعدات كبيرة جدا لأهالي نفح حلايب وشلاتين. إزاي بتنظر ليه
التنمية في المحافظات الحدودية خصوصا بنتكلم على البحر الأحمر؟ هو طبعا زي ما قلت لحضرتك إن في البداية إن كان في إهمال للمحافظات الحدودية، لكن في الوقت الحالي استراتيجية الدولة لما بدأت في عام 2014 الاهتمام أيضا بالمناطق الحدودية، لأن هي أصلا مناطق جاذبة للسياحة، يعني مش الاهتمام أيضا بالمواطن والتنمية الشاملة، لا هي أصبحت مناطق جاذبة للسياحة. يعني البحر الأحمر معروف، المدن البحر الأحمر وكلها عمليات أو مناطق سياحية كبيرة جدا وقبلة للسائحين من كل دول العالم بيزوروا البحر الأحمر ويبتدوا محافظة البحر الأحمر ويقضوا أيام. لكن على الجانب الآخر ما كانش فيه وسائل مثلا مواصلات آمنة، ما كانش فيه طرق قادرة على استيعاب الحركة بشكل كبير. لكن احنا دلوقتي لو حضرتك يعني نشوف طريق الجلالة وما تم تنفيذه في منطقة الجلالة وطريق الجلالة ثم بعد ذلك منطقة البحر الأحمر طريق الزعفرانة، خلي بال حضرتك التنمية مش في فقط في الأماكن أو الطرق، لا أنت بتستغل الأماكن. يعني مثلا هي أول خطوة في طريق التنمية الطرق، الطرق شريان الحياة طبعا، هي طبعا شريان الحياة، لكن على الجانب الآخر استغلال الأماكن الطبيعية اللي موجودة فيها. يعني هنجد أن أكبر محطة للطاقة موجودة في منطقة الزعفرانة اللي هي طاقة الرياح، متواجدة في الزعفرانة وجبل الزيت، كل دي في على البحر الأحمر. الاهتمام ايضا بالطرق زي ما حضرتك قلت لحضرتك، القرى تم تطويرها وتحديثها بشكل كبير، منطقه حلايب وشلاتين تم تطويرها وتحديثها وانشاء اكبر محطه لتحليه المياه، محطه كهرباء، تطوير المدينه حلايب وشلاتين بشكل كبير جدا، تقديم كافه الخدمات للمواطنين، وكان ده شيء مهم جدا خلال الفترة الأخيرة لرفع المعاناة عن المواطنين اللي هم يعني في كل المحافظات الحدودية اللي أهملوا لسنوات طويلة جدا. لكن الدولة بتعيد لهم حقوقهم مرة أخرى، الدولة بتحاول إن هي تقدم لهم كافة الخدمات المتواجدة وبالتساوي مع كل محافظات الجمهورية. يعني مش هتلاقي فيه اختلاف دلوقتي في منطقة عن منطقة تانية، لا هو التطوير والتنمية المستمرة في كل محافظات الجمهورية، وبالطبع طبعا بالأخص المناطق الحدودية في الوقت الحالي، لأن هي عانت من الإهمال رغم إن فيها ثروات كبيرة، رغم إن فيها طبيعة جميلة يجب استغلالها بشكل أمثل، هي بتعود بالنفع على المواطن اللي موجود هناك لأنه هو بيبتدي يعمل في هذه الأماكن، وأيضا بتعود بالنفع على الدولة المصرية. يعني بنشوف كل فترة كده يا فندم يمكن شائعات مغرضة بتطول وزارة من الوزارات، والوزارات في الحقيقة قايمة بدورها وبترد على هذه الشائعات سواء عن طريق المواقع الرسمية ليها أو مواقع التواصل الاجتماعي بترد على كل هذه الشائعات. لكن الفترة دي شايفين يمكن شائعات بتحاول ان هي تطول التطوير او خليني اقول التنمية اللي بتحدث في محافظات مصر المختلفة، سبب الإشاعات دي ايه في التوقيت ده بالذات؟ هو انا عايز اقول لحضرتك ان مصر من الدول يعني من اكتر الدول اللي مستهدفة عن طريق الشائعات. وحضرتك لو نتذكر في حفل تخرج الكلية الحربية عام 2017 لما الرئيس تحدث وقال ان احنا تعرضنا في خلال 3 شهور ل 21 ألف شائعة، عدد ضخم جدا من 3 شهور 21 خلال ألف 3 شهور 21 ألف شائعة، ده حديث الرئيس في الكلية الحربية عام 2017. فلك أن تتخيل أن في اليوم الواحد لو قسمناهم هتلاقي في اليوم الواحد حضرتك 250 شائعة بتصدر ضد الدولة المصرية في كافة الاتجاهات، في اتجاه التعليم، في اتجاه الصحة، في اتجاه البنية التحتية، في اتجاه الدولة أو قرارات الدولة. احنا شايفين بقى في الوقت الحالي أن أعتقد أن هي بقت أكتر من 250 دلوقتي، ممكن تلاقي 500 شائعة في اليوم الواحد بتصدر ضد الدولة المصرية. طبعا الهدف ان في دلوقتي تنميه شامله بتحدث داخل الدوله، وفي على الجانب الاخر في اعتقد يعني هم بيسعوا الى استغلال كل اي ازمه عالميه وتسليط الضوء على الدوله المصريه فقط، كان الدوله المصريه فقط هي اللي عندها ازمه والعالم كله ما فيهوش ازمه زي الازمه الاقتصاديه العالميه، فبيسعوا الى خلق
نوع من انواع مثلا البلبله، نوع صحيح. من انواع الازمات داخل الدوله المصريه. ما بيقولوش مثلا ان هم ان بره في ازمه، لا، هم يتم تسليط الضوء على الدوله المصريه. الدوله المصريه دوله قويه، صحيح. قادره، دوله اصبحت دوله محوريه في الوقت الحالي، لها ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري في ظل منطقه كلها فيها ازمات كبيره جدا. الدوله المصريه قدرت ان هي يتم انقاذها في عام 2013 من عمليات محاوله تقسيم، محاوله تهميش، صحيح. محاوله خلق ازمات داخل الدوله، لكن قدرت ان هي تعود مرة أخرى وتعود بسرعة جدا. مش إن هي زي الأول، لا، أقوى بكثير، وأصبحت اللي هي قوة داعمة للمنطقة ككل، وهي مركز للاستقرار في المنطقة. فعشان كده هتلاقي في استهداف كبير جدا للدولة المصرية، استهداف للمواطن المصري، استهداف للحكومة بشكل كبير. على أي حال، المناطق الحدودية اللي ربما كانت بتعاني بشكل كبير من الإهمال لعقود طويلة جدا، الآن أصبحت تحت أعين وبصر الدولة المصرية. اتكلمنا عن الجهود اللي حصلت في الدولة المصرية في الأركان الأربعة، سواء في مطروح أو في سيناء شمالا وجنوبا، أو في البحر الأحمر حلايب وشلاتين، أو في الوادي الجديد. اتكلمنا عن يد الدولة اللي ظهرت من خلال التنمية في كل القطاعات، وكان بصحبتنا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام اللي نورنا النهاردة في الاستوديو. شكرا لك أستاذ جميل. شكرا لكم. شكرا جزيلا.